انا واحد من الناس بعد ثوره يناير وغيره كنت بقول يعني يا ريت يتلغي مجلس الشورى لاسباب، لكن النهارده انا بعدل في رايي وبعلن اهوت قدام حضرتك وعلى الهواء قلتها قبل كده، لانه ما فيش مانع ان انت تقتنع بحاجه وتأيدها تاني، ايه المشكله؟ لكن زي ما بقول لحضرتك كان مجلس الشورى احنا دوله موحده فمش محتاجين نظام مجلسين، لكن ثبت بالدليل العملي ان احنا اللي محتاجين تاني مجلس الخبره، مجلس الحكماء، مجلس العقلاء، مجلس الاكبر سنا، هناك اختصاصات تشريعيه كامله لمجلس النواب، مش هقول تبقى زيه زي مجلس النواب مجلس تشريعي ومجلس رقابي، لكن على الاقل لابد ان يكون له جزء كبير في التشريع.